الاسباب او العوامل اللي خلت اليوم يكون تكون فضيحه. مؤمن خليفه مؤمن خليفه بون كومون كيلا كومون كيلا اكسبلوزي مؤمن خليفه ايتي فيس دو مينيستر. معالجه القضيه من قبل التحقيق كانت معالجه جزئيه. صاحب المؤسسه اللي هو مؤمن خليفه ابروفيتي دون سيتياسيون وتسبب في هذه الفضيحه. هل حددنا الاضرار نتاع بنك الخليفه؟ هل حددت دوني في دوني لا سوم دو 500 مليون ولا 5 مليار ولا 2 مليار افيك سو بتي مو il fait même pas il y a même pas sa griffe juste un petit truc parce qu'il a l'écriture تاعو. ولكن انا في دوله يا ودوله مبنيه بقوانين. الفضائح اليوم القائمه على مستوى البلد مصدرها ايضا عدم او نقص في الرقابه.